اوف انا زهقت. كفايه كفايه كفايه، انا مودي زي الزفت النهارده. اوف انا زيك بالظبط. ايه ده ايه ده، هو انت شايف بالبتاع دي؟ انا عملت اربع حوادث على المحور وانا جاي يا بومبا. انت شايف بالنضاره دي؟ انا دهست اسره على المحور. ايه ده كول، دهستهم ازاي؟ دهس بنزين على الاخر وظهروا فجاه، ما لحقتش ادهس فرام مات. عشان كده مودنا زي الزفت وقافلين. بيروتي بيروتي تقبرني، احنا مودنا زي الزفت، قول لنا النكتة. الزلمة جه يقعد على قهوة قعد على كابتشينو جديدة تحفة. مودك ظبط؟ ظبط كتير. بقولك ايه بيروتي، انا كنت عايز اسألك على حاجة. هو احنا مش المفروض الفوتو سيشن ده بنيجي صايمين؟ لا حبيبي مش منظار، لا انت تصور وجهك فقط مش الكلى. اوكي اوكي. بقول زلمه زلمتان زلمات. لا عيد اتكلم مصري عادي، احنا وقعنا خلاص. قول. الله يبارك لك يا ابني، الموضوع كان صعب قوي. بقول لكم الليسي كلمني في التليفون من شويه بيستاذن عشان عنده فرح النهارده ان يغني درس الجغرافيا. ايه؟ لا الليسي ما يغنيش درس الجغرافيا، يغني المستوى الرفيع بس. مستوى رفيع ايه؟ ليسي مليان. خلاص يغني المستوى التخين بس، احنا مالنا. اوكي ماشي اللي تشوفوه. طيب انتوا اخباركم ايه في الاي جي؟ لا يا جماعه احنا ربنا كرمنا الحمد لله، اي جي ايه نبعد عن المخدرات خالص. بس يا حبيبي اسكت. اي جي بطيخ ولا كانتالوب؟ الله تربص بيبقى مزز شويه. ايوه خد بالي. الاي جي مدارس اللغات الانترناشونال. لا خطوه العالميه دي اجلها شويه، مش شغلانة. بمناسبه العالميه بقى، الحقيقه المكان ده عليكم قوي. ايوه يا عيد فعلا احنا بقينا نستعر منكم جدا. يمكن عشان ما تربطوش. انا محضر لكم مفاجاه، انا اجرت لكم ستيج ليكم انتم. نو واي نو واي، سوبر واو. ايه ده ايه ده، ايه ستيج ايه دي، معناها ايه الكلمه دي؟ لبناني ولا ايه؟ بس يا جاهل بيروتي. نعم. انت ازاي تتصرف من غير ما ترجع لي؟ الستيج دي ضيقه قوي، كنت جبت الكابورليه اللي من غير سقف. جاهل. ايه ستيج يا بهايم؟ يعني مسرح. احنا عارفين والله. اصل للاسف جمهوركم كبر. لا حول ولا قوه الا بالله، كبر بقى عنده كام سنه؟ هو انا الغلطان لازم ابقى محدد؟ لا اقصد جمهوركم كتر. لا حول ولا قوه الا بالله، كتر بقى عنده كام سنه؟ الله الله عليكم. المهم انتوا جاهزين؟ طبعا جاهزين. جاهزين لايه؟ يلا على بركه الله، اتفضلوا.